طيب نطمن على فرقتنا ونطمن على تمرينة النهارده. معانا زميلنا كريم احمد من ملعب التتش. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي احمد، كل التحيه ليك ولزميلتي ساره، يعني طبعا مبارك لكم وان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل باذن الله للنادي الاهلي. ان شاء الله الف مبروك كريم، وخلينا نتكلم على عوده الفريق للتدريبات. احنا توقف اعتقد 24 ساعه وبعد كده الفريق رجع يتمرن مره ثانيه. تقول لنا كده اهم معالم التمرين، تمرينه النهارده. بالتاكيد طبعا، يعني انا اقدر اقول لك معنويات مرتفعه بشكل كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي بعد الحصول على لقب 42. عندنا مباريات متبقيه، وباكد على كلامك يعني النهارده بقى من خلال رؤيتنا للتدريب واضح ان في عناصر بقالها فتره كبيره ما بتاخدش هتاخد في المباريات القادمه وتحديدا مباراه الغد. يعني مش عايزين نحرق طبعا التشكيل ولا الكواليس، لكن واضح ان في اكثر من عنصر هيكون متواجد غدا في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي. بقالهم فتره لعيبه بقالها فتره كبيره ما بتشاركش، وباكد ايضا كمان على كلامك المباريات الرسميه يعني اختبارها يكون جيد جدا لكل اللعيبه، منها تحضير اللاعبين بشكل كامل بدنيا وذهنيا، وايضا كمان للاطمئنان على حالتهم للمشاركه في البطوله الافريقيه. عندنا عدد قليل جدا من اللعيبه منقيه طبعا في البطوله الافريقيه، وان شاء الله باذن الله يكون القادم افضل فريق النادي الاهلي في كل المباريات القادمه. النهارده تدريب يعني كان في اكثر من جرعه تدريبيه، جرعه بدنيه وجرعات ايضا كمان بالنسبه للكره وتكتيك في نهايه المباراه، وحاله يمكن كل اللعيبه حالتهم المعنويه مرتفعه بشكل كبير، حالتهم البدنيه اكثر من رائعه. يعني كمان عايز اكد على الحاله في الفتره الاخيره طبعا، او نقدر نقول خساره علي لطفي بالنسبه لي طبعا، يعني جائحه كورونا بتمنى ان شاء الله يعني ان شاء الله تنتهي تماما من مصر ومن النادي الاهلي تحديدا، لان كل لعيب محتاجينه الفتره القادمه. علي لطفي مستمر في الغياب بجانب طبعا ديفيد سيزا، لكن مع المدحه الطبيه الاخيره كل اللعيبه سليمه الحمد لله لاكون مشاركه في معسكر الغد. نقطه كمان مهمه جدا، ويمكن يعني كنت بتكلم فيها مع كابتن سيد عبد الحفيظ، يعني جيرالدو وصل اقدر اقول فاكت ان هو مطلوب في منتخب انجولا من 5 ل 13 اكتوبر. يمكن سالت الكابتن سيد هل ممكن يتم السماح لي لان هو يكون متواجد طبعا مع المنتخب، قال لا طبعا يعني الفتره هتكون ضيقه جدا، واحنا محتاجين طبعا كل اللعيبه زي ما بقول لك عدد قليل من اللعيبه مقيد في البطوله الافريقيه مع الاصابات اللي عندنا طبعا. لكن جيرالدو كابتن سيد اكد قال الفتره ضيقه، فبالتاكيد احتياجه للفرقه يكون هو الاهم وهو رقم واحد. دي يمكن نقطه كنا حابين نتكلم فيها بالنسبه لجيرالدو تحديدا، لكن بشكل عام كل اللعيبه الحمد لله يعني حالتها الناس جدا كريم فرقة. الناس بقى لها فتره ما شافتش حسين الشحات وما شافتش صالح جمعه، يعني لهم صوره كده انت يعني شكل ومستوى مشاركتهم في التمرين النهارده كانت عامله ازاي؟ الحقيقه طبعا لو ببدا معاك بحسين الشحات، يعني خلاص فترته انتهت بشكل كبير وبيشارك بكل جديه في التدريبات واعلن جاهزيته، وان شاء الله بقول لك يعني غدا في مفاجآت هنشوف اكثر من لاعب ما بيشاركش في المباريات الماضيه. يمكن ده النقطه المهمه جدا اللي كل الجمهور منتظر ان هو يشوف حسين، يشوف كهربا، يشوف صالح جمعه. صالح جمعه كمان تحديدا يعني شغال على نفسه بشكل رائع ومميز جدا، بيأدي تدريبات بكل قوه، ملتزم التزام كبير. هو طبعا قرار فني من الجهاز الفني بقياده مستر ريني فايلر، لكن من خلال رؤيتنا للتدريبات ومن خلال الالتزام الكبير اللي فيه صالح جمعه طبعا المباريات المتبقيه هيكون ليه دور كبير ان شاء الله صالح، لان محتاجين زميلي احمد وزميلتي ساره كل اللعيبه دي في البطوله الافريقيه، وهو ده الهدف الكبير اللي اكيد بيسعى ليه الجهاز الفني عقب تحقيق لقب بطوله الدوري عام رقم 42. طب كريم، هي القائمه طلعت ولا لسه؟ يمكن حتى هذه اللحظه كلنا منتظرين، يعني منتظرين طبعا القائمه خلاص. يمكن التدريب كان بدا الساعه 5، يعني ساعه مباشره، ساعه واحده بس هو التدريب النهارده 60 دقيقه. منتظرين بقى قائمه المباراه ان شاء الله اللي هتطلع خلال لحظات باذن الله، وانا متابع معاكم ان شاء الله على مدار الحلقه. مجرد القائمه تطلع ان شاء الله نكون معاكم ونطمن جمهور النادي الاهلي على القائمه ان شاء الله لاكون متواجده في مباراه الغد. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. دي كانت او ده كان ملخص لتمرينه او تدريب فريق النادي الاهلي النهارده. كل التوفيق لابطالنا ان شاء الله في ماتش بكره، يقدموا لنا زي ما قلت عرض يعني ممتع بقى. عايزين نتفرج على كوره حلوه، عايزين نتفرج على مستوى عالي. حسابات النقطه وحسابات المراكز خلاص اتحسمت، فاعتقد فرصه للعيبه بدون اي ضغوط يقدموا لجمهور النادي الاهلي رساله طمانه على مستواه.